إن كنت في أور ثم يممت غربا فستجد واحدة من أقدم مدن الأرض. يمم غربا وستجد أرض الماء والطينة الأولى. أهلا بكم في المناقب. في التلال التي نعرفها اليوم بأبي شهرين رقدت واحدة من أقدم المدن على الأرض، فهنا نزلت الملوكية من السماء فكانت أول مملكة على الأرض، هكذا تقول قوائم الملوك السومريين. في الأساطير السومرية قيل إنها واحدة من خمس مدن بنيت قبل حدوث الطوفان. أريدو يعني اسمها المكان العظيم أو مكان الهدى، فقد كانت أقدس مدينة على وجه الأرض. نقش اسمها بالسومرية أريدوغ، ولفظ الأكاديون اسمها أريتو. على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب أور في الناصرية جنوب العراق، كانت تلال أبي شهرين تحتضن المدينة العتيقة. ومثل أخواتها من مدن السومريين كانت تجمعاً حول معبد مقدس اتخذ شكل الزقورة. كانت بيوتها ومبانيها وقصورها من اللبن مبنية بعضها فوق بعض، ومع ارتفاع المعابد إلى أعلى وتمدد القرية إلى الخارج غدت المدينة أكبر. تأسست أريدو بالقرب من 5400 سنة قبل الميلاد، قريبة من الخليج تلاصق مصب نهر الفرات، وبسبب تراكم الطمي على الساحل على مدى آلاف السنين أصبحت بقايا أريدو الآن على مسافة 240 كيلومترا من الخليج. أظهرت أعمال التنقيب إن المدينة تأسست على موقع كثبان رملية عذراء دون أي سلف يذكر، وافترض ستاينكلر إن أول إله في أريدو كانت إلهة أنثى، لقد كانت آلهة الأرض نينهورساغ سيدة الجبال السرية، ومع نمو أريدو احتاجت إلى إله ذكر فكان إنكي إلها ذكرا نتيجة للزواج المقدس.
كانت أريدو عند السومريين مركزا للإله إنكي، والذي يعرف فيما بعد عند البابليين باسم آخر، كان رب الأرض وإله الحكمة. وكانت مملكة إنكي هي المياه التي تحيط بيابسة الكون. كانت أريدو في الأصل موطن لأنكي الذي عرف لاحقا من قبل الأكاديين باسم آيا، والذي كان يعتقد إنه هو من أسس المدينة، وكان معبده يسمى إيبسو، حيث كان يعتقد إن أنكي يعيش في طبقة المياه الجوفية التي يعتقد إن الحياة تنبع منها. وفقا لجويندولين، وجدت أريدو عند التقاء ثلاثة أنظمة بيئية منفصلة تدعم ثلاثة أنماط حياة متميزة، والتي توصلت إلى اتفاق حول الوصول إلى المياه العذبة في بيئة صحراوية. لقد كان هناك الزراع، وكان هناك الصيادون، وكان هناك الرعاة. السومريون الصيادون كانوا بقرب الماء، سكنوا أكواخا من قصب، وكان الساميون قد قدموا من الصحراء رحل، يرعون قطعان الأغنام والماعز، ويعيشون في خيام في مناطق شبه صحراوية. ويبدو إن الثقافات الثلاثة متشاركة في المستويات الأولى من المدينة. كانت المستوطنة الحضرية تتمحور حول مجمع معبد كبير مبني من الطوب داخل منخفض صغير سمح بتراكم المياه. ذكرت كيت فيلدن إن أقدم مستوطنة قروية حوالي 5000 قبل الميلاد نمت لتصبح مدينة كبيرة من اللبن والقصب بحلول عام 2900 قبل الميلاد، وتغطي من 8 إلى 10 هكتارات، وهو ما يعادل من 20 إلى 25 فدانا. كتب مالون إنه بحلول فترة العبيد كانت أريدو مدينة كبيرة بشكل غير عادي، بمساحة بلغت تقريبا من 20 إلى 25 فدانا، ويبلغ عدد سكانها بما لا يقل عن 4000 نسمة. يصف جاكوبسون إن أريدو قد هجرت بعد فترة العبيد، ثم نهضت أوائل الأسرة الثانية، حيث وجد هناك قصرا ضخما أوائل تلك الأسرة 100 متر في كل اتجاه، وتم حفره جزئيا. ووصف روث وايت هاوس أريدو بأنها مدينة كبرى في بداية الأسرات، وحوالي 2050 قبل الميلاد تدهورت المدينة، وهنالك القليل من الأدلة على وقوع احتلال بعد ذلك التاريخ. تم الكشف عن سور شبه مربع للمدينة بني بالحجر، وهو مشهد نادر في جنوب الرافدين، الذي استخدم الطين في تشييد عمائره، وتبلغ أبعاد السور 400 إلى 300 متر.
أريدو وزقورتها مبنية بالآجر. هذا الآجر كان يستخرج من نهر الفرات الذي كان يمر قريبا. الآن لو صعدت على قمة الزقورة راح تشوف صدف صغير هو بقايا ما استخرج من طين وصنع به الآجر الذي على زقورة أريدو، وهي واحدة من أكبر الزقورات، بل لعل أكبرها على الإطلاق، ولهذا تبدو الظنون حول أنها كانت هي برج بابل وليس برج بابل في بابل. أما الزقورة التي أزيح الردم عنها فقد شيدت في عهد الملك أورنامو في عصر أسرة أور الثالثة في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، وهي تهيمن على الموقع وعلى معبد أنكي، وقد أجريت تنقيبات واسعة في هذا الجزء من التل، وتوغلت أعمال التنقيب في الأعماق إلى أن تمكن العلماء من الكشف عن 14 طبقة من المعابد، شيد إحداهما فوق أنقاض الآخر على امتداد 2000 عام بين بداية الألف السادس وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثل هذه الآثار شواهد على بقايا مرحلة من الحضارة الرافدية سبقت العصر السومري، وهي تطابق عصر حضارة تل العبيد، وتوازي أريدو منها الطبقتان 12 والرابعة عشر، وكشف النقاب عن آثار قصر من عصر الأسرات الباكر العتيق يعود إلى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد. كانت النواة الحضرية في أريدو معبد أنكي الذي دعي بأبزو، وهو بيت المياه الجوفية، أما في الأكادية فصار بيتو إنغورو. نعرف أن عديدا من الملوك السومريين في وقت لاحق في النقوش التي تم العثور عليها هنا عملوا على تجديد هذا المعبد المهيب، وعلى النقيض مما كان يأمل المنقبون لم يعثر في الموقع الأثري الكبير على ألواح مكتوبة، كما كان الشأن في تلال مهمة أخرى في بلاد الرافدين. ولقد عثر على بقايا أرصفة ميناء على مقربة من ساحل على شواطئ مستنقعات كانت تتصل بساحل الخليج العربي، كما كان يفهم من نص سومري من عصر شولجي ملك أور. يظهر العثور على رواسب واسعة من عظام السمك مرتبطة بالمستويات الأولى أيضا استمرار عبادة أبسو المرتبط بأنكي ولاحقا بآيا. تم التخلي عن أريدو لفترات طويلة قبل أن يتم هجرها أخيرا والسماح لها بالسقوط في الخراب في القرن السادس قبل الميلاد. لقد وضع زحفر الكثبان الرملية المجاورة وصعود منسوب المياه المالحة حدودا مبكرة لقاعدتها الزراعية، لذا في تطورها لاحقا في العصر البابلي الجديد أعيد بناء أريدو كموقع ديني بحت، تكريما لتاريخها القديم وإكراما لمعبدها الشامخ. في الأساطير السومرية كانت أريدو في الأصل معبد أنكي إله المياه
العميقة والحكمة والسحر. وتتحدث النصوص البابلية عن تأسيس أريدو من قبل الإله مردوخ كأول مدينة مقدسة كمسكن للآلهة الأخرى البهية. تم التنقيب في أريدو 4 مرات في الموقع الواقع في تل أبو شهرين، فقد تم التنقيب فيها في البداية من قبل كامبل تومسون في عام 1855 للميلاد، ثم جون جورج تايلر في عام 1918، ثم اتش آر في عام 1919. في عام 1946 ولغاية 1949 استؤنف التنقيب تحت قيادة فؤاد سفر وستون لويد من المديرية العامة للآثار والتراث العراقية. ظهرت هذه التحقيقات الأثرية إن الجنوب قد سقط بأكمله في حالة ركود، تاركا الحياة والمبادرة السياسية لحكام المدن الشمالية نتيجة للملوح الناتجة عن الري المستمر. وتم التخلي عن مدينة أريدو كما قلنا في القرن 7 قبل الميلاد. تقدم قائمة الملوك السومريين إن أول ملك ملك عليها هو عليوليم، فحكم لمدة 28,800 سنة هكذا يقولون، ثم خلف من بعده ألينجر الذي حكم لمدة 36,000 سنة. ثم سقطت أريدو ونزحت الملوكية إلى باتابيرا. وتحكي قصص سومر عن أداب الحكيم، الرجل من أريدو بطل ثقافة أداب الأولى. كان مع أو وهو كائن أبقالو نصف بشري خرج من البحر العظيم، وعد أدابا جالب الحضارة إلى المدينة في عهد الملك عليوليم. استنادا على الأساطير البابلية، فإن مردوخ إله بابل الكبير هو الذي بنى مدينة أريدو، بنى المدينة وبنى المعبد وبنى المجد. ولأن المباني هي الأشمخ والأعظم والأروع، ظن كثير من الناس إن هنا كان برج العظيم، برج البلبلة، وليس في بابل. وتحكي قصص سومر إن أنانا إلهة الوركاء اضطرت للذهاب إلى أريدو لتلقي قوى الحضارة. في البداية حاول أنكي إله أريدو استعادة هذه القوى، لكنه وافق لاحقا عن طيب خاطر بعد أن صارت أوروك مركز العالم. ويبدو إن هذه إشارة أسطورية لنقل السلطة شمالا.
لقد بلغ علم أريدو شأنا إنه صار قدوة، ففي بلاط آشور تنبأ أطباء متخصصون ومدربون على تقاليد أريدو القديمة بمسار المرض من العلامات على جسم المريض، وقدموا التعويذات والموارد السحرية المناسبة كعلاج لها، تأسيا بحضارة دامت آلاف السنين. إن من أبرز معالم أريدو زقورتها التي شيدها ملك أورنمو في أيام ملكه في العام 2112 قبل الميلاد، وأكملها من بعده حفيده الملك أمارسين أو بورسين. وعلى الأرجح إن زقورة أريدو تشبه زقورة أور في عمارتها، فحجم الآجر المستعمل في تشييدها بنفس حجم آجر زقورة أور، وفيها ثلاث سلالم، وفيها مجاري لتصريف مياه الأمطار، ولكن لم يسعفنا المنقبون بعدد مصاطبها وشيء عن معبدها العلوي. ويعتقد إن بانيها الملك أورنمو صممها على نفس الطرز المعمارية لزقورة مدينة أور، لذا من المرجح أن تكون بثلاث مصاطب ومعبد علوي مكرس لعبادة الإله أنك أيضا. وهكذا طوينا على عجالة صفحة أقدم مدينة ومملكة على وجه الأرض. اليوم كنا في أريدو بمجدها الزائل والميناء اليابس والمكان الضخم اسمها في السومرية. رأينا ما يترك الإنسان من جلال ومهابة وما يخلف من تلاش وخراب. كنت معكم في المنقب.